السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غنوجد مطيشه بالفلفله، ديال المطيشه اللي كنديرو بالبيض. اما غنديرها انا في القراعي، نلمها للبرد ان شاء الله. غنحتاج كاس ديال الزيت بحال هكا، غنحتاج 2 معالق ديال الملحه، عندي نص كيلو ديال الفلفله، عندي كيلو تقريبا كيلو ونص ديال المطيشه. دابا غنوجد هنا كاس ديال الزيت، غنوجد كاس ديال الزيت. الفلفله بحال غير غادا تقلى قبل لا تهرى مزيان، مخلاش تتهرى شويه غادا تشحر، وندير فوق منها مطيشه. من بعد الزيت سخنات، عندنا الفلفله، من بعد غنحرك فيها شويه هكا تتحسو بيها تشحرات، هنا غتشحر ونزيدو عليها مطاش. الفلفلة راه غتشحرات شوية، دابا غنديرو عليها المطاشة. دابا المطاشة غطلق الما ديالها، ملي غطلق الما غنخليوها تشرب داك الما ديالها كله، خصنا ما نخليوش فيها الما. غنغطيو عليها ونقصو عليها البوطة، ملي غادي تشرب الما ديالها كلها اللي نقصنا عليها البوطة تقريبا شي ساعة ديال المكانة، وهي نخليوها تشحر. غادي تطلق الما ديالها وهداك الما ديالها كله غتشربو، ومن بعد نكملوها. راه حدا هي كطيب وهي كطلق في الما. عندي هنا 2 معلقات ديال الملحة، تما ندير دابا دابا من بعد دازت نص ساعة وهي باقا تشحر. تشرب الماء مزيان. راه بدات تشرب في الماء ديالها بدل ما ينقص. انا غسلت القراعي وجدتهم، عندي الغلاق جداد، يعني غتكمل في الطياب ديالها. غنعمرها في القراعي وغنكرزها بالغلاق جداد وغنكفيهم على فمهم حتى الصباح، عاد غنقعدهم. ومني غتبغيو تحلو القرعة تخدمو بيها، يتخدموها في مرة، يعني القرعة اللي حليتو غطيبوها في دقة وحدة، ولا على يومين، ما تفوتش يومين. هاي شربت الماء كلها من بعد ساعة، ساعة ديال الماء كاع دازت. دابا حتى سخونة غنعمرها في القراعي، نخلي البوطة منقوس عليها شاعلة ونعمر في القراعي. من بعد نعمر ونكملها. من بعد عمرت القراعات ديالي، كرزتهم، خرج لي 3 القراعي، انا سديت غير 2 وحده خليتها غنطيبها. دابا ملي تبغوا طيبوها غتشحروا غير البصله وتكبوا فوق منها هذه، ومن بعد تكبوا عليها البيض الا بغيتوا ديروها. بالصحه والراحه، نتمنى من الله تعجبكم هذه الوصفه. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.